قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة سحر السنباطي. مصدر رفيع المستوى: اتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. مصدر رفيع المستوى: تنسيق مصري مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات وبدء تدفق قوافل الإغاثة المصرية لاحتواء الأزمة في غزة. رئيس الوزراء يتابع مشروعات الاتصالات والرقمنة ويوجه بالتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات. سامح شكري والممثل الأعلى لخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يبحثان جهود وقف الحرب في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.